الأكثر فقرا هم الأكثر إنجابا إحصائيا على الأقل. هذا بترجعوا للمجلس الأعلى للسكان بتشوفوا الإحصاءات فعليا هم الأكثر فقرا والأسر المهاجرة مثلا أكثر إنجابا. هل من تفسير لهذه الظاهرة؟ ينضم إلينا المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيوت. اشتقنا لك يا دكتور. يا صباح صباح العسل. احنا صحيناك ولا صاحي دكتور؟ صاحي. طيب كويس. صاحي من زمان. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. خليلياك يا دكتور. هل لديك تفسير لهذه الظاهرة الأكثر فقرا أكثر إنجابا مع أنه المفروض العكس؟ ليش المفروض العكس؟ يعني أنا معي مصاري كثير وعندي إمكانيات مالية فما في مشكلة يكون عندي 5 أولاد بقدر أصرف عليهم كويس أجيب لهم كل احتياجاتهم. أنا فقير معيش أصرف على واحد بجيب 7 يعني منطقيا. بس ما عندك تهديد وجودي. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني هل الغني يعني أنت شوف مثلا في غزة مثلا شوف مثلا لما أجت الغارة استهدفت أكثر من 5000 طفل. صح. ليه؟ لأنه هم يهددوا وجوديا. يعني الصهاينة يهددوا أهل غزة وجودي فيحصلوا عندهم وسائل الوجود النساء والأطفال. لأنه أنت وجودك مرتبط بالأنثى والإنجاب كوجود كوجود تماما على كبناء هوية. اللاجئين مثلا لما يجي اللاجئ عندك فهو إيد ورا وإيد قدام ما بإيده إشي فلازم يثبت رجليه لازم يصنع مستقبل لازم يحس أنه هو حيكون له موجود. فالإنجاب هو جزء من تثبيت أركان الإنسان أنه أنا عندي نسل والذكر للإنسان عمره الثاني أني أنا موجود. لكن بس خليني أحط على الهامش الشيء أنها ليست قاعدة. يعني مو دائما الفقراء أكثر إنجابا والأغنياء أقل. هذا نقاش وإشي ثاني مو موجود. صحيح صحيح. بس خلينا احنا نناقش القضية الفكرة اللي انت حكيت. طب دكتور دعك من مناطق الصراع واللجوء. أنا بحكي في الظروف العادية. يلا. في الظروف العادية في بلد ما مستقر سياسيا مستقر أمنيا أموره تمام برضو في المناطق الفقيرة تجد أكثر إنجابا تماما. ليه؟ ليه؟ سببين اثنين. السبب الأول أنه حجم انشغالاته في الحياة قليلة. فهو يبحث عن ماذا يفعل. واحد انشغالاته في الحياة قليلة فالإنجاب بالنسبة له هو وسيلة ملء فراغ. واحد. اثنين. تذكر بهالزمانات لما أنا عملت كتابي إياكم والإنجاب. صحيح. صارت الحملة. جزء من المشكلة اللي أنا حاولت أوصلها للناس إنه علاقتك بالإنجاب ليست علاقة إني أنا عندي وقت أنجب ولا ما عندي وقت أنجب. هو السؤال عندي وقت أربي أو لا أربي. وبالتالي إحنا ما نتعامل مع الفقير فلوس. إحنا نتعامل مع الفقير رؤية وثقافة وفكر. وقت. تماما. هل أنا قادر أربي أو لا؟ هذه القضية الأولى. القضية الثانية في موضوع الإنجاب عند المستويات المتدني اقتصاديا. لأن المتدني اقتصاديا بده حدا يشيل معه بالحياة. عرفت كيف؟ يعني هو حارف حاله راح يتقاعد بعد كم من سنة والتقاعد ما راح يقدر يلبيه فبده ابن يشيل معه وبنت تشيل معه. فهو حريص على الإنجاب عشان حدا يشتغل ويشيل معه. أيوة. نفس فكرة زمان بس الآن على مستوى أكثر. أيوة أيوة. يعني قبل بده يجيب ويزرع ويحصد الآن تجيبه عشان يجيب معه راتب ثاني. أيوة. يشيل عنه جزء من المشكلة. يجيب له تأمين صحي مثلا. إذا التحق مثلا بأي جهة من الجهات اللي تعطيه تأمين صحي كويس. تمام. فهو الآن أصبحت الأهداف متعددة. هذول هدفين رئيسيات. الآن تجي أهداف ثانية فرعية اللي قصة الختيار اللي أنت ذكرت لنا إياها. وأنا ما أعرف شو أجب بالك تجيب لنا هالقصة الصبح يا طالب حبيبي. تماما يعني على كل تماما يعني يعني شفت هاي فكرة إني أنا ماني قاعد ما عندي إشي بس هاي أفكار حلوة لكنها ليست أساسية ولا رئيسية. هاي استثناءات لا تبنى عليها قواعد. طب دكتور بعيدا عن هاي الأفكار وهاي الإحصاءات اللي جبناها. أنت بسطرين هيك شو رأيك في كيف يجب أن أنظر للموضوع بغض النظر عن وضع المادي؟ أنظر للموضوع أنه أنا ما عندي مشكلة تجيب 20 ولد أو تجيب ولد. الفكرة عندي أنت ما خطتك معهم 3 أشياء. أولا علاقتك بزوجتك. هل أنتم ربيين بعض عشان تقدروا تربوا الولد اللي راح يجي كويس؟ يعني أنتوا علاقتكم كويسة مع بعض ولا هي تسأل بعض الطلقة الأولى يرضيها الشيخ يرضيها ويرجعوها. أول إشي تعمله بس ترجع لسه ما تعرف إنه هو نصلح ما تصلح العلاقة غطت تحمل. طب اصبري ما تقدر تصبر مش تاقة يا دكتور. طب لا اهدي أحارس شوية علشان احنا نشوف العلاقة ضبطت ولا ما ضبطت. صحيح. انت امبارح كنت بدك تطلق اليوم حامل. برافو عليك. صحيح. يعني بالضبط. ليش؟ لأنه احنا نتعامل مع موضوع الإنجاب ميكانيك. يعني هي علاقة خلاص التقينا مع بعض ويلا. أكثر ما هي خطة. الإنجاب خطة. صح.
طيب هاي المنطلق الأول. اثنين يقول ونسيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. ممتاز كويس. الآن هذا التباهي في واحد يفتخر بولد هامد؟ لا. وهذا اللي حكاه المفتي، يعني سمحت المفتي كان معنا هون وسألته عن هذا الحديث، قال أيوة. بدنا نوعية ناس، أنا بدي عشان نتباهى قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. خلف اثنين ربيهم كويس أحسن تخلف عشرة وترميهم بالشارع. ذلك القاعدة الأولى أن تكون علاقتك بزوجتك ممتازة علشان بدكم تستقبلوا الآن ولد للبيت وحطب للنار. صحيح. القضية الثانية والمهمة قديش أنت قادر تعطيهم وقت، وأنا حكيت هذا عندك في الاستديو في الاستضافات، أن الوقت النوعي للأبناء هو الذي يربيهم أكثر من الفلوس أكثر من أي شيء ثاني. اللي ما عنده قدرة يعطي أولاده وقت نوعي يقول طب أنا طول الأسبوع أحرص، أقول الجمعة فرغوا لهم أولادك أولويتك. تماما. والتربية لا تقصي، يعني ما في يعني البيت الكويس ليس من المرأة الكويسة، البيت الكويس منهم اثنين. صح. النسبة تختلف من بيت إلى بيت. نعم. طيب القاعدة الثالثة والأخيرة دكتور. القاعدة الثالثة الآن لما نشتغل على موضوع كيف بدنا نتعامل مع أولادنا، دائما لازم نطلع على قضية مهمة، انه انا كيف اقرأ مستقبل اولادي مع الواقع اللي الان قاعد يعيشون. تماما. كيف يعني؟ يعني احنا الان شو عم نقرأ الاردن كمان 5 سنوات كمان 10 سنوات؟ شو عم تقرأ الدولة اللي انت موجود فيها الان كمان 5 سنوات 10 سنوات؟ هل تعد ابنائك لذاك الزمن ولا انت بدك ابنك يشبهك؟ واحنا ننادي ونقول ارجوكم لا يشبهوكم اولادكم. يعني لازم ابنك يكسر القاعدة، اذا انت كويس يطلع ابنك اكوس او احسن منك، واذا انت عندك علامات استفهام لازم يطلع ابنك يتجاوزها، بس ما تعوض فشلك في حياتك بابنك الاشي اللي ما قدرت تعمله الا اذا اشي كويس انت ما درست خلي ابنك يدرس. لذلك بس اذا سمحت بدي اعمل بس هذا بين شخصتين. كثير من الناس يطلع علينا بعض التربويين انا مش عارف من يجونا يقول لك انت ما ينفع تقول لابنك مثلا لا تدخن اذا انت مدخن، وهذا الكلام غلط. طبعا. ليش؟ لأنه مرات يكون الأب مدخن 30-40 سنة وما عنده القدرة يخلص من هالبلوى، وهو عارف أنه غلط، يعني الأب يعرف بس مو قادر، لأنه مو قادر وهمته ضعيفة أقوله لا تنصح ابنك ما يصبر. نعم هذا المنطق. أكبر بظروف وما استطاع أن يدرس أقوله والله لو بيك خير كان درست أنت. لا، ليس دائما يجب أن ننصح أبنائنا بأشياء إحنا تمثلنا. صح. مرات أنا بدي أقوله دير بالك لا تغلط غلطي حتى لو انا ما قدرت اتجاوز. صح صح. انا بتقدر كل الاحترام يا دكتور، يعني مداخلتك قيمه وحلوه كالعاده. المستشار الاسري والتربوي الدكتور خليل الزيوت، شكرا جزيلا دكتور، الله يعطيك الصحه والعافيه، نهارك سعيد. شكرا يا دكتور. شكرا.